أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نباكم الذي نرصد لكم فيه القضايا الأكثر تداولا على شبكات التواصل الاجتماعي. وفي عناويننا لهذا اليوم، في الحدث الأبرز، جدل واسع حول مطالبة عقيلة صالح بإجراء الانتخابات الرئاسية في سبتمبر من العام الجاري. أما في الخبر الأكثر قراءة، تعليم المقترحة تقرر تغيير توقيت الدراسة خلال شهر رمضان. وتتابعون أيضا في الترند العربي والدولي، صورة محمد صلاح على طائرة المنتخب المصري تسبب أزمة مع الاتحاد المصري. وفي حدثنا الأبرز لهذا اليوم، حيث راجع على مواقع التواصل الاجتماعي طلب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإجراء انتخابات رئيسية عن طريق الشعب مباشرة في سبتمبر من العام الجاري. وقال صالح أنه سيعرض فكرة الانتخابات على مجلس النواب والشعب الليبي مطلع الأسبوع القادم لتجنيب البلاد مزيدا من الانقسام وفق قوله. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع طلب عقيلة صالح بإجراء الانتخابات بين مؤيد له وبين ساخر لظهوره بعد منتصف الليل، فرصدنا لكم ردود أفعال المدورين والنشطاء. ونبدأ كالعادة بمنصة الفيسبوك، بداية من تعليق الناشط محمد الضرات والذي علق: تصريح عقيلة حول الانتخابات الرئاسية في آخر الليل، والذي قال فيها بالحرف أن الرغبة الدولية تصب في هذا الأمر، تصريح مخزن جدا ويجب الرد عليه فورا. أما الناشط حافظ مفتاح الضبع والذي كتبه الآخر: اتفقوا في الهدف حكم العسكر، ويحاولون التضليل بأنهم اختلفوا في الأدوات. أما الناشط والمدون فرج شتاء والذي كتب: موعد عرض لقاء عقيلة صالح واختياره لقناة ليبيا وإجراء اللقاء في القاهرة وإصراره على اللقاء على ضرورة الذهاب للانتخابات قبل نهاية العام الحالي، عكس أوامر حفتر الأخيرة برفض فكرة الانتخابات، وأيضا ربط ذلك مع الحملة التي تقودها قناة ليبيا الحدث للإطاحة به، تؤكد أن عقيلة قد فاته القطار. أما الناشط والمحلل السياسي محمد فؤاد فكتب: العبث لن ينتهي، لعبة عقيلة صالح أو بالأحرى من وراءه الجديدة هي انتخابات رئاسية، انتخابات بدون دستور وبدون خلفية قانونية أو شرعية وبدون أي ضمانات، انتخاب رئيس بصلاحيات غير محددة الهدف أو كان الهدف منذ بدء مشروع لا للتمديد، فالقوم لا يكلون ولا يملون، عدم الوعي والانقسام الشديد هو من يسمح لعقيلة بهذا الحدث. إلى منصة التويتر والتغريدات، نبدأ أولا من تغريدة أحمد العريبي والذي غرد: عقيلة صالح يلقي كلمة الساعة 2 بعد منتصف الليل، لا تعرفها كلمة لرئيس مجلس النواب أم بطولة كوبا أمريكا. إلى تغريدة عماد فتحي والذي غرد: واضح أن عقيلة صالح رجع من أبو ظبي ببريد فيه جدول أعمال، مستعجل الدستور لا والانتخابات التشريعية، لا مرحلة مستقرة لا الاتفاق السياسي أو تعديله، لا فقط الانتخابات الرئاسية وبعد 4 أشهر. إلى تعليق محمد زواوي والذي كتب: واضح أن عقيلة صالح رجع من أبو ظبي ببريد فيه جدول أعمال، مستعجل الدستور والانتخابات التشريعية ولا مرحلة مستقرة ولا اتفاق سياسي أو تعديله، لا فقط الانتخابات الرئاسية وبعد 4 شهور. عمر كازوز علق: عقيلة صالح يصرح بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية خلال هذا العام من قبل الشعب مباشرة، ويتجاهل أهم شروط إقامتها وهو استفتاء الأمة على دستور وضعته لجنة منتخبة كذلك من الشعب مباشرة. إلى ملفنا الثاني، ونذهب بكم مشاهدينا الكرام إلى منصاتنا المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية بالخبر الأكثر قراءة على موقعنا الرسمي نبأ.tv الذي كان بعنوان: تعليم المقترحة تقرر تغيير توقيت الدراسة خلال شهر رمضان. وفي تفاصيل الخبر، أصدر وزير التعليم بالحكومة المقترحة قرارا يقضي بتغيير توقيت مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان للسنة الجارية. وجاء في القرار الموجه من الوزارة إلى مراقبي التعليم بالمدن الليبية الأحد أن تبدأ الحصة الأولى بالفترة الصباحية على تمام الساعة 9:15 صباحا، الحصة الأولى بالفترة المسائية على تمام الساعة 12:30 ظهرا.
ومن الأكثر قراءة إلى صفحة النبع على الفيسبوك، والمنشور الأكثر تفاعلا، وكان هذا المنشور عن لقاء خاص سابق مع آمري كتيبة شهداء ليبيا الحرة وسام بن حميد. حصل هذا المنشور على أكثر من 1000 إعجاب في 24 ساعة الماضية. أما المنشور الأكثر مشاركة فكان أيضا لهذا اللقاء، إذ تمت مشاركته أكثر من 160 مرة. حصل أيضا هذا اللقاء على أعلى نسبة مشاهدة خلال 24 ساعة، حظي بأكثر من 30 ألف مشاهدة. نشاهد جزءا منه. قبائل ليبيا وحتى من خارج ليبيا أبدا لم يكن فيها تفرقة بين أحد من الشرق أو الغرب أو الجنوب، كانوا كلهم إخوة متحابين في الله. طيب هذا بالنسبة للمهاجرين وكذلك النازحين، يعني كيف ترى موقف أهالي بنغازي الرافضين للثوار والذي جعلهم يأخذون هذا الموقف؟ هذه فتنة طبعا عمل عليها من سنة 2012 وصرف فيها الأموال طائلة والسخرة لها الإعلام. كنا نحاول أن نوضح الصور، نحن نعلم من هؤلاء الناس ونعلم أن هذه اللحظة سوف تأتي. نحن أكثر ناس معرفة بهؤلاء الأشخاص، رأينا أفعالهم في قبل 13 فبراير وأثناءها، وهؤلاء أشخاص عندهم أجندات الحكم أو السيطرة أو إعادة تاريخ سابق في ليبيا. طيب يعني قلت بأنكم كنتم تتوقعون هذا من قبل هؤلاء الأشخاص قبل أن يحدث ما يحدث الآن في بنغازي، إذا كنتم تتوقعون ذلك ما الذي منعكم من اتخاذ الاحتياطات اللازمة؟ كما قلت لك كانت الموجة عالية جدا وكان ضخ الإعلامي هائل جدا، وكان أموال تدفع وتنفق، وكان الاجتماعات هنا وهناك باسم مؤسسات المجتمع المدني وبأسماء مختلفة، دفعت الأموال من خارج مؤسسات المجتمع المدني مأجورة، وأجج الحالة الاجتماعية في مدينة بنغازي، صار تشويش على الناس. ولكن أفضل شيء هو الواقع وما هو يدور على الأرض الآن. الناس اقتنعت وعرفت الحق من الباطل، وعرفت هؤلاء أدعياء الكرامة ما وراءهم وما أجندتهم. يعني ألف كلمة وكلمة لن تعبر عن هؤلاء كما يعبر عنها قتل طفل بريء أو قتل شيخ أو تدمير منزل. الناس في مدينة بنغازي كان خلطت عليهم الأمور، حتى إذا خرجنا وأردنا إيضاح الصورة لهم وجدنا آذانا مغلقة وقلوبا مغلقة، لم يعيروا اهتمام لثوارهم، أرادوا خوض هذه التجربة. ولكن نحن ما زلنا عند عهدنا ووعدنا، ما زلنا حماة لهذه المدينة، وبإذن الله لن نسمح للغزاة أو هؤلاء الصائدين على المدينة أن يحتلوا. هؤلاء المعتدين مروا على جميع مناطق وقرى ومدن. إلى ملفنا الثالث وفي الترند العربي والدولي، انتشر في أوساط المغردين هاشتاج ادعم محمد صلاح على خلفية أزمة نجم ليفربول مع اتحاد كرة القدم المصري. وأعرب صلاح في تغريدة له عن استيائه من طريقة اتحاد القدم المصري باستعمال اسمه بعدما وضعت صورته على الطائرة الخاصة بالمنتخب المصري دون علمه، حين أن اللاعب مرتبط بعقد دعاية مع شركة أجنبية. وكتب صلاح على تويتر: بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدا. وأضاف: كنت أتمنى التعامل يكون بطريقة أرقى من ذلك. وقد حققت التغريدة تفاعلا واسعا على تويتر، تم تداولها لآلاف المرات في أقل من ساعة.
تفاوتت آراء المغردين إزاء أزمة صلاح واتحاد الكرة المصري، فمنهم من أعلن دعمه الكامل للاعب في حين دعا البعض الآخر الطرفين إلى التحلي بالصبر والابتعاد عن الإشاعات، حيث رد وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز بتغريدة أكد فيها أنه سيتدخل لحل الأزمة، فكتب: سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة، خاصة وأن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال، بالإضافة إلى أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري محب ومخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل. أحد المغردين والذي يسمي نفسه الخديوي غرد أفضل عبارة للبدء للتعليق على تويتة محمد صلاح هي: بالفعل بكل أسف، أن الواحد ما كانش يتمنى أن صلاح يجر في القضية دي، وينزل بتويتر: وكان يظل النقاش والحل بين رامي عباس والاتحاد، مساندة الفائز وانتشار هاشتاج ادعم محمد صلاح هو أكبر رد من محبي صلاح على اتحاد الكرة وأي هيئة حكومية. رماس أحمد غردت: سيبوا صلاح في حاله، خلي يركز في المباراة الجاية، محمد صلاح دلوقتي مصدر السعادة لنا. إلى نتائج الاستطلاع والذي تجري قناة النبأ يوميا، كان هذا الاستطلاع عن هل تنجح مساعي إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام، فكانت النتائج كالتالي مقسمة على أكثر من 1000 صوت: 52% صوتوا بنعم، فيما صوت 48% بلا. وصلنا بكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة هذا اليوم، يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا المختلفة فيسبوك وتويتر وتليجرام، كان يمكنكم أيضا متابعتنا عبر موقعنا الرسمي نبأ.tv. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.